قلتها قبل كده في كل الحلقات اللي كان فيها مشاكل بسبب الجواز في بيت عيلة، وهكررها تاني النهاردة عشان أي واحد أو واحدة قربوا يتجوزوا واتفقوا يسكنوا مع أهليهم يبقوا عارفين. بلاش، ما تعملوش كده. ولما نيجي نحسبها نسبة وتناسب ونشوف كم جوازة نجحت وكم جوازة فشلت في بيت عيلة، مش هتلاقي لها إحصائيات أو أرقام رسمية موثقة نقدر إن احنا نزعها ونقولها لكم، لكن على الأقل لقينا مؤشر نقدر إن احنا نستند عليه. المؤشر ده هو محاكم الأسرة. في محاكم الأسرة يا منار قصص كتير شبه قصتك، منها اللي أصعب بكتير كمان، كلها قايمة على نفس السبب، هو بيت العيلة. مش بس الزوجات هي لوحدها اللي عانت من السكن في بيت العيلة، لا، في كمان أزواج، عشان تبقوا عارفين إنه دايما بيقولك بيريحوا الزوج عشان يريحوا بنتهم، لا، في أزواج حصل معاهم مشاكل كتير جدا لما راحوا يعيشوا مع أهل الزوجة. في اللي لما اختلف مع أهل مراته ضربوه ورموه برا الشقة وقالوا مالكش عندنا حاجة، بعد ما صرف على التشطيب والفرش وعمل كل حاجة. واستقبلنا هنا في البرنامج من أول أسبوع عشرات القصص والمشاكل كانت في بيت عيلة، كان بطل رئيسي فيها. آخرهم كانت قصة زوجة اكتشفت إن أهل جوزها بيدخلوا شقتها وهي بره، بيفتشوا في دولابها، متعلقاتها الشخصية، ساعات كمان بيفتشوا في أكياس الزبالة عشان يعرفوا بتاكل إيه وبتشرب إيه وجوزها مش موجود. وفي كمان تصريح لدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيقول فيه إن 99% من حالات الطلاق والانفصال سببها إيه؟ تدخل الأهل في الحياة الزوجية والسكن في بيت العيلة. عشان نكون منصفين هنحاول نفهم أبعاد الموضوع. خليني أقول إنه مش دايماً المشاكل بتحصل عشان في طرف بيكون وحش أو طرف تاني بيبقى طيب ومظلوم، لكن القرب الزايد عن الحد ساعات بيبقى مشكلة، بيخلي البيوت كلها تتدخل في خصوصيات بعض أكتر من اللازم لحد ما يبقى ده الطبيعي. تبان تفاصيل خاصة جداً زي إيه؟ المفروض ما حدش يعرفها غير القريبين قوي. ساعات تانية ممكن يكون حد متضايق أو تعبان محتاج إن هو يقعد مع نفسه شوية، يكتشف إن الاختيار ده مش متاح في بيت العيلة، كل الأبواب مفتوحة على بعضها. فزي ما بقول لكم، تطلع في لحظة ضيق كلمة كده ولا كده تعمل مشكلة كبيرة. غير بقى مشاكل الأطفال، مين ضرب مين، مين خد لعبة مين وهو نازل، دوامة كبيرة، مقارنات، شفت مين جاب إيه لمين، شفت جالها شبكة قد إيه، شفت جاب كام في المية، طيب ليه فلانة بتعامل جوزها ازاي وانتي ما بتعمليش كده ليه، بصي بتلبس ايه ودايما مهتمة بنفسها وانتي مهملة. كل التفاصيل دي تعمل مشاكل حتى ما بين الناس الطيبة المحترمة اللي ما حدش فيهم عنده نية ان هو يختلف او يتخانق، كلها ابواب ممكن يدخل منها الشيطان. للنفوس، لأي نفوس ضعيفة او مش ضعيفة هيخليها تشيل من بعضها بالسنين، ما بالنا بقى لما يكون الزوج ضعيف الشخصية كده، مش قادر حتى ان هو يعني ياخد باله من كرامات مراته يحميها، وابنه مش فارق معاه حتى صحته ولا فارق اي حاجه، زي ما حصل في حكايتك يا منار. كان لازم من اول ما حصلت المشاكل دي كان لازم تكون في قعده عرب زي ما بيقولوا، يحضر فيها اهلك واهله، ناس كبار من البلد زي العمده، ناس مسؤوله ليهم كلمه وكلمتهم مسموعه، نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا. واذا كان ده ما حصلش في الاول فاحنا لسه فيها، لازم ده يحصل دلوقتي. أنا عمري ما هقول لحد يصرع الطلاق، ولا هقول لك خليكي مصممة وتحرمي ولادك من أبوهم، لكن مع إنك تبقي مصممة إن يبقى ليكي بيت بعيد عن أهله، يبقى ليكي حياتك الخاصة. باباكي ممكن يسأل على ناس ليهم كلمتهم في بلد جوزك، أكيد عندهم حد كبير، دي ميزة في الأرياف إنه في ناس كبيرة ليها كلمتها. العمدة ده بيبقى مسؤول عن الأعداد دي كلها، بيعملوا قعدة رجالة والناس كلها تبقى قاعدة وراجل ليه كلمة ما ينفعش يرجع فيها، يعرف اللي ليه واللي عليه. ما تسيبيش كل حاجة متعلقة كده يا منار، واجهي بس بالخير، لأنه الخير هيجيب خير. وعايزة أقول كلمة لكل أهل وأهل جوز منار، مش هقول لكم غير جملة واحدة، يعني هي جملة واحدة مش كلمة بس، جملة خلي عندكم شوية رحمة زي بنتكم اللي ما نرضاهوش على بناتنا وما نرضاهوش على بنات الناس، حرام عليكم. سمعتي معانا كمان نصايح دكتور أمل في الفقرة اللي فاتت، وسمعتي كلامي دلوقتي، والطلاق مش لعبة. الرجالة بقى اللي بتقعد 24 ساعة بقى، طب عليا الطلاق ما حصل، طب وحياة ولادي، مع بتحلف بولادك وبتحلف بالطلاق، والطلاق بيقع كمان مرة، طلاق بيقع يعني تبقى مطلقها لو انت حلفت على حاجة فعلا، حتى لو انت ما تعرفش بس حلفت على حاجة حصلت، حرام عليكم اطلقك كده وكده.
هي التالتة تبت، مش هتعرف تشوفها تاني ولا تشوف عيالك. ربنا خلى الطلاق في ايد الراجل عشان هو راجل مسؤول عن كلمته. هستنى منك يا منار رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه، وهستنى من كل اتفرجوا علينا وسمعوا قصة منار يحطوا نفسهم مكانها. نعمل ايه في بيت العيلة؟ بيت العيلة بيعمل مشاكل ولا لأ؟ جوزك بيحلف عليكي بالطلاق كل شوية؟ بيطلقك كده وكده؟ طلاق فيه هزار؟ هستناكوا تبعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وواتساب وتقولوا لنا نعمل ايه في قصة حقيقية؟ وهستناكوا في قصة جديدة بس تكون حقيقية. باي باي.